لم يكن بمقدور شاب مثلي أن ينال حقه في الوظيفة الجامعية التي يستحقها، وبالتالي لم أستطيع أن أتزوج أو أن أنفق على أسرة، فأنا بلا وظيفة وبلا مستقبل. جدع بلا جاه مرسى الهموم قلبه، دايما يقول الآه والذنب مش ذنبه. ده انا لو شكيت وبكيت جبل الحديد حيدوه، الأولى غربتي والتانية المكتوب. جرحي القديم يا غريب أنا كنت راضيب، جرح الجديد يا حكيم زود لها ليب. يا أهل العرب والطرب العدل من سيدو، سيدو يا للعجب وطب وبس إيدو. بلدي قصاد عيني قلت أعدلها، يا مراكب رسيني ويا رب أعدلها. اللي يعديك تعدي وتفرقوا فنونا، واللي يراضيك تراضيه وتشيله في عيونك. يا يا وانا حعمل ايه يا ناس والطبع ليه غلاب، وحبيبتي بنت الناس قفلت في وش الباب. رضيت بحكمك يا رب والصبر بزيادة، ظلموني من غير الذنب حسدوني بزيادة. جدع بلا جاه مرسى الهموم قلبه، دايما يقول الآه والذنب مش ذنبه. ده انا لو شكيت وبكيت جبل الحديد حيدوب، الاولى غربتي والتانية المكتوب. يا 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 انا الناصر اللي هتشوفه صور استشهاده النهارده وهو بيتقتل بدم بارد على ايدين القناصه في قلب ميدان التحرير. لازم تعرفوا ان قبل الثوره اتلفقوا القضيه ارهابيه هو واخوه بتتهمهم بتفجير كنيسه في اسكندريه. تخيلوا بقى اللي هتشوفوا صور استشهاده وهو فتح صدره للرصاص الحي وهو اعسر معهوش اي سلاح. ده متهم هو واخوه ان هم ارهابيين في غايه الشراسه لدرجه ان هم فجروا كنيسه. اللي لفق لهم القضيه دي ضابط حقير في امن الدوله فرع اسكندريه في قسم الجماعات الاسلاميه اسمه هيثم خليل. ملفه اسود وقذر وياما وقع تحت ايده ناس اتعذبت واتقتلت. انا بقول اسمه على الملا علشان خلاص الناس دي ما عادش ليهم حصانه، لان البلد دي دفعت ثمن حريتها غالي قوي من دم ولادها اللي زيحنا. ومش بعيد بكره تلاقيهم مطلعين كلابهم في كل وسائل الاعلام يقول لك اهو ادي واحد من اللي بيقولوا عليهم شهداء طلع ارهابي هو واخوه. انا بس عايز الناس تفكر وتسال، هو في إرهابي
ويفجر كنيسة كمان، يعني يقدر يوصل للمتفجرات في أي لحظة، ينزل يطالب بحقه وحق بلده في قلب ميدان التحرير وهو معهوش حتى مطوة. القضية دي اتلفقت لأحمد وأخوها علشان خاطر البيه الحقير هيثم خليل ضابط أمن الدولة كان بيتحرش بمرات أحمد اللي هي زميلته في الكلية، والموضوع ده ما عادش يتسكت عليه وخلاص لازم يطلع للنور، وقريب قوي هنعلن عن كل تفاصيله. وللأسف أحمد وأخوه لا خضعوا لتحقيقات عادلة ولا وقفوا قدام القاضي الطبيعي. أحمد فضل هربان لحد ما استشهد، ومحمود أخوه خافوه ورا الشمس ويعلم هو فين دلوقتي، ومش بعيد يقتلوه هو كمان عشان يداروا الحقيقة. أنا بقول لكل الناس اللي بتشوفني وبتشوف كلامي وبتسمعني، لو البلد دي ضيعت حق أحمد في العدل وهو حي، مش لازم أبداً حقه دي بعد ما استشهد وهو بيجيب لها حقها. يا ابني أنا بعون الله عارف ومتأكد إن ربنا مش هيضيع حق ابني هو أخوه، ولما النظام الفاسد ده يغور في 60 داهية لازم الناس هتعرف حقيقة الكذب اللي كانت عايشة فيه أكتر من 30 سنة. لازم الناس تفوق وتصحى، لازم الناس تعرف. تعالوا شوفوا بيعاملوا ولادنا ازاي جوه بعد ما قتلوهم، هم عايزين منهم ايه تاني؟ خايفين منهم بعد ما قتلوهم؟ تعالوا يا مصر تعالوا شوفوا شبابك اللي زي الورد غرقانين في دمهم مرميين جوه المشرحة مضروبين بالرصاص في صدرهم وفي دماغهم، مش عايزين يدونا تقارير طبية مظبوطة. ليه؟ عشان ايه يعني؟ هما بيحموا مين؟ بيدافعوا عن مين؟ لازم يعني نتجمهر ونعمل مظاهرة ونهدد باقتحام المبنى. احنا هنقتحم المبنى ده دلوقتي، لازم يعني عشان يعاملونا كبني ادمين. احنا مش هنمشي من هنا يا اخوانا، ولا هنستلم جثث ولادنا ولا هندفنهم إلا بالتقارير الطبية الصحيحة المظبوطة. احنا ما بنخافش من ضباط أمن الدولة، وعارفين إن هم بيضغطوا على الدكاترة، لكن برضو في دكاترة شرفة بيخافوا ربنا، وعارفين إن مفيش حاجة تنفع الإنسان لو باع ضميره. احنا هناخد تقارير طبية سليمة صحيحة وهنحاكمكم بيها انتوا واسيادكم، واحنا وراكم زمن طويل. ليه شغل المسرح ده؟ ايه ده؟ ده ناقص يقول لك انا افلتهم من عدالة الارض، لا انت افلتهم من عدالة السماء. ابنك اتقتل يا حاج الله يرحمه، يعني لازم يلبسها فينا؟ ما البلد مفتوحة لخد المتآمرين، واجهزة المخابرات كلها بتشتغل علينا، اي حد يتقتل يبقى احنا اللي قتلناه. خد يا ابني. طيب يا باشا. عايزين نتكلم فرع رشيد عشان نتابع معاهم جنازة الواد لما توصل هناك. ايه؟ مالك مستغرب كده ليه؟ انت مش سامع ابوه بيقول ايه؟ بيقول لك خلاص، لا قول له هيعمل لهم التقرير اللي يرضيهم. يعني اكيد استلموا الجثة وهيستلموها. والواد اخونا هربان ده بقى اكيد هيظهر عشان يحضر الجنازة. اكيد مش هيفوتها. بس هيثم بيه الاوضاع هناك متوترة أكتر مننا. وحركة الضباط في مدينة صغيرة زي مدينة رشيد دي بتبقى أصعب من هنا طبعًا. أنا قلت عايزهم يقبضوا عليه من أول مرة. أنا عايز أعرف هيوصل فين في رشيد. أكيد مش هيوصل بيتهم طبعًا. أنا عايزهم بس يتابعوه، يعرفوا هو فين ويبلغوا الشرطة العسكرية، وهم يتعاملوا معاه بقى زي ما يتعاملوا مع المساجين الهربانين. إيه؟ مش هنعرف نوصل لمعلومات كمان؟ أمال فين كارما المخبرين اللي شغال معاهم؟ الواد ده إرهابي ومحبوس بأمر قضاء. أنت مش شايف بيقول علينا إيه؟ بيشنعوا علينا بيقولوا كلام رخيص؟ ايه؟ هنسكت لهم؟ شوفني الظابط اللي كان ماسك ملف الواد ده، خليه يجيني او يكلمني. يلا خلصني. حاضر يا باشا حاضر. Thank you.
هتفضل رشاد يا ابني؟ لا يا عم هفضل هنا مع احمد. ما هو احنا لازم نطلعه فوق لحد ما يجي مع صلاه الظهر، وانا لازم اطلع دلوقتي عشان امهد عند والدته. الله يكون في عونك يا عم، معلش خلينا نايم. توكلت على الله. ما تجرب حظك تيجي معانا وخلاص. مش عايز اخاطر، اكيد هيبقى في لجنه على اول البلد مش عايز تمسك فيها، مش عايز اي حاجه تمنعني نحضر الدفن. مش كفايه مش هحضر الصلاه والجنازه. بس حاسه ان مش صح نسيبك كده يعني في المدافن لوحدك. بص انا هستنى معاك. مش هينفع يا منى، راجيه مش هتعرف تروح البيت لوحدها. وبعدين انا ياما لعبت انا واحمد في التراب دي زمان. الله يرحمه بقى ما كانش عارف انه هيزورها قبل الاوان. الله يرحمه. طيب نمرتي معاك يعني لو في حاجه كلمني. حافظ الله. خدوا بالكم من نفسكم. مش انا اللي عاملها. ما انا قلت لك احنا الاثنين نعملها مع بعض. قايمة ورايحة فين بس؟ ايه يا عبد الناصر؟ ايه؟ ده اسمه كلام بردك؟ بلاش ابص على ابني قبل ما يزفوه. هو في زف من غير ام العريس؟ صحتك صحتك يا فاطمة، مش هتستحملي يا حبيبتي، احنا ما صدقنا الحقنة فوقتك. حقنة ايه وزفت ايه؟ عيب الكلام ده يا عبد الناصر، عيب. ده انت عارف ان انا جامده قوي، انت عارف كده كويس، ويا ما استحملتك انت وعيالك وما نخدش ابدا. هي الخضه بس اللي كانت بتتعبني، انما خلاص انا دلوقتي مش مخضوضه. انا عرفت اللي حصل، عرفت اللي حصل. وحمده وشاكره وراضيه يا رب، وعلى راسي من فوق يا رب، على راسي من فوق يا رب. انا ست مؤمنة وعارفة ان كلنا اخرتنا الموت يا رب. ايه بتبصولي كده ليه؟ ده هي بنت انت وهي بتعيطوا ليه؟ هو الحزن بالعياط؟ وحتى لو بالعياط هو في عياط هيعوض احمد ابني. ما تستعجلوش على عياط، احنا مش هنحس بالفراق دلوقتي لسه. ما تستعجلوش. هو فين ابني يا عبد الناصر؟ فين؟ عايزه ابص على ابني احمد يا حبيبي. جايلك يا عين امك،
جايه لك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي جايه لك يا حبيبي اهو انا ما بعيطش اهو انا جايه لك يا حبيبي انا جايه لك يا حبيبي جايه لك يا عين امك جايه لك يا احمد جايه لك يا عريس الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب قوي يا رب يا حبيبي يا ابني الرحمن الرحيم محدش يجي معايا محدش يجي معايا هشوف ابني لوحدي سيبوني 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 لوحدي يا شهيد مرتاح واحنا نكمل الكفاح يا شهيد مرتاح
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم جرى ايه يا اختي منك ليها؟ انتوا هتعرفونا ليه؟ انا مش قلتلكوا قبل كده اللي عايزه تعيط تروح بيتها تعيط؟ قال على راي المثل البقره بتولد، طب الترب يحزق ليه؟ قال تحمل جمايل. لا اله الا الله، مش وقت الامثال بتاعتك يا فاطمه. يا ريت هتيجي على قد المثل يابا، وكتر خير ربنا. الحمد لله كلنا ربنا منزل علينا صبر عشان احنا ناس عارفين ان ربنا ما يختارش اي حد عنده شهيد، بس اللي مخوفني خايف لامك تكون محمله نفسها فوق طاقتها وبعدين تيجي في الاخر وتنهار لا سمح الله. والله ما انا عارف يا حاج اذا كان الصبر اللي نازل على الواحد نعمه من عند الله ولا يمكن الواحد لسه ما استوعبش اللي حصل ويعلم لما يستوعب ويحصل له. لما تقول كلام زي ده المفروض اقول لك حكم وامثال واحاديث واوعظك، لكن انا مش قادر اقول لك حاجه من ده. انت على حق، لسه قدامنا وقت طويل لما ندرك حجم مصيبتنا. لحد ما يحصل ده املي ان ربنا يلهمنا الصبر. يا محمود يا ابني انت عندك حق والله، الانسان ما بيحتاجش الصبر وقت نزول المصيبه، لكن بيحتاجه بعدها بفتره لما يهدى ويفوق ويستوعبها. لا اله الا الله. وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور. هي مين البت اللي مع منى دي؟ دي زميلة أحمد الله يرحمه، وزي ما فهمت من منى إنه كان يا حبيبي عينه منها وبيحبها. يظهر انها تعبت ودخلت ترتاح شويه. شكلها يا ماما تعبت شويه ودخلت ترتاح جوه، او يمكن محمود بيوريها احمد كان عايش ازاي. خصي عليكم، طب مش كنتوا تقولوا لي من الاول مش حبيبه احمد تبقى حبيبتي برضك؟ شوفوا برضك اللي بيعيطوا دول جرايه انت وهي، هو العياط هيرجعوا؟ انطقوا قولولي، لو العياط هيرجعوا انا مستعد اعيط والطب واصوت واوريكم مناحي عمركم ما شفتوها ابدا. لو العياط بيرجع اللي مات انا كنت اعيط بقيه عمري كله، ما كانش حد غلب. لو العياط هيرجع لاحمد ده انا ما بطلش عياط ابدا. يا فاطمه العياط يرجعك يا احمد. قومي تعالي ريحي جوه شويه. حتى انت يا عبد الناصر عايز تاخدني على قد عقلي؟ هي الراحه هترجع لي احمد ابني؟ قل قل لي لو هترجعه اخش جوه ارتاح بقيه عمري. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا فاطمه حرام عليكي نفسك. قل لي لو عايز تريحني قل لي ابني اتقتل ليه؟ ها؟ وهات لي حقه. قل لي هو واخوه اتظلموا ليه؟ واشمعنى هم دول عن غيرهم؟ قل لي. مش ولادك بس اللي اتظلموا يا فاطمه، دي بلد بحالها، شعب بحاله بقاله سنين بيتظلم، ومش ابنك بس اللي ضحى، في غيره آلافات قدموا أرواحهم النهارده وامبارح والسنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. شعب بقاله سنين بينزف. ابنك كان ممكن يموت غريق
وهو بيعدي البحر هربان من بلده زي اصحاب اخوه. كان ممكن يموت محروق في قطر ولا حتى في مسرح. كان ممكن تتقلب بيه عربيه بوجو في طريق خربانه. كان ممكن يسيبه مرض زي اللي صايب الناس كلها. لكن ابنك مات شهيد بيدافع عن بلده، وحقه هيجي، والله حقه هيجي. ومين اللي هيجيب لي حق ابني؟ الحكومه اللي قتلته ولا الناس اللي فيها هم مكفيها وفايض؟ انا اللي هرجع حقه يا ابني. وانت مين اللي هياخد لك حقك يا ابني؟ ما هم قتلوك قبل ما يقتلوك، قتلوا مستقبلك، ضيعوك قبل ما يضيعوا احمد، وضيعوا ابوك قبل ما يضيعوك انتوا الاثنين. ومش هيبطلوا، مش هيرحموا اي حد يقف قصادهم. مش انا اللي كنت بقف قصادك لما بتقولي انا عايزه اسافر واسيب البلد دي يما؟ دلوقتي بقى لا، انا اللي بقولك لازم تنفد بجلدك من البلد دي. انا اللي بايديا هديك الباسبورت بتاعك، ما كنتش هخبيه منك ولا هحوشه عنك ابدا. انا اللي بقولك دلوقتي يا محمود يا ابني لازم تسيب البلد دي، خاف على نفسك منها، دي بلد بتحب عيالها مقتولين. لا يا اما خلاص، مفيش هروب تاني. الكلام ده كان زمان، قبل ما احمد واللي زيه ما يصحوا الناس من نومهم عشان يرجعوا بلدهم تاني. والناس ضمت عليهم ياما، ما سابتهمش لوحدهم، ومحدش فيهم هيسيب دم احمد واللي اتقتلوا زيه يروح حاضر، عشان دي اخر فرصه للبلد دي انها تبقى بجد، وانها تحب عيالها عايشين مش مقتولين ياما. انا هقطع الباسبور، ولغايه ما ارجع حقي وحق احمد انا مش هعيش غير في البلد دي، يا فوق ترابها يا تحتيه مش مهم. المهم ان مفيش هروب تاني. مش همسك العصايه من النص تاني، مش همشي لا جنب الحيطه ولا جوه الحيطه، عشان مش هيبقى في حيطه من هنا ورايح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا لله وانا اليه راجعون. الباقي في حياتكم جميعا وكتاب الله. انا ربنا اكرمني ووصلت باعجوبه، وكويس اني ما جبتش العيال كانوا اتخطفوا مني ولا حاجه. ربنا يقوينا على المصيبه اللي احنا فيها. الله يرحمك يا احمد. بس بيقولوا كان في مندسين جوه المتظاهرين بيقتلوا فيهم، ربنا ينتقم منهم جميعا يا رب. انت جاي توسخ المكان ده يا شافع؟ يا محمود هتقتل يا مدينه، كفايه يا محمود عشان خاطري، كفايه بلاش فضايع. يا تحيه لسه باقي عليه؟ عشان عيالك ها؟ طب ايه رايك ان انا اللي هسافر بورسعيد وهجيب لك عيالك منه غصب عنه؟ كفايه ترجع لها فلوسها وعيالها، انت فاهم ولا لا؟ بس خلاص واجبك وصل، اتفضل روح قبل الدنيا ما تليل ويطلع اللي يخطفك ويريحنا من خلقتك. مع السلامه. عاجبك؟ عاجبك تحيه؟ اخو الصايع رد السجون الهرباني بيدي ايده عليا؟ ماشي يا تحيه، خلي اخوك البلطجي ينفعت. بس محمود عشان خاطري لا، ورحمه احمد كفايه عشان خاطري. انزل يا شفع دلوقتي، انا جايه اروح معاك. اصيله تحيه. بس اصيله اختي، انا اعديها المره دي بس عشان خاطر الحزن اللي انتوا فيه. بس الحساب يجمع بقى يا محمود. ابص ايدك، ابص ايدك. حقك عليا يا محمود. معلش يا اخويا، انا عيالي هناك، عيالي لوحدهم ومش عارفه اقول لهم ايه على امهم. بس اصل هتيجي تاخدني يا محمود انا وعيالي، مش كده؟ هتيجي يا محمود. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي، خدي بالك، خدي بالك من الراجل الواطي ده، ما تضمنيش ايه اللي ممكن يعملوا فيك في عيالك. ربنا يصبرك يا حبيبتي على ما بلاك. ادعي لي يا امي، ادعي لي. قلبي ادعي لك يا حبيبتي. سامحني يابا، انا مستنياك يا محمود. اختك هتستناك عشان تاخدها هي وعيالها وتجيبهم بيتها. بس يا بس يا ايه؟ بتبصوا لي كده ليه؟ مستغربين؟ ايوه انا جوز اخت تاجر مخدرات.
صحيح هو حرام صغير مش حرام كبير، بس صدقوني البلد دي مش هتنضف إلا لو كل واحد نضف نفسه من الوساخة اللي في بيته وعيلته وجيرانه وقبلهم اللي جواه. لو كل واحد فينا نضف نفسه من الوساخة اللي في ناسه وشغله وصحابه البلد دي هتنضف. غير كده يبقى احنا ما عملناش حاجة. زي ما عايزين ننضف من فوق لازم ننضف من تحت. فين محمود يا حاج؟ قاعد فوق يا ابني مع امه ومع مرات احمد الله يرحمه. في ايه؟ في عربيه شرطه عسكريه واقفه قدام الجامع كبير، بيقولوا ان جالهم بلاغ، بيقولوا ان في مسجون من سجن وادي النطرون هربان، والمسجون ده موجود هنا ومعهم اسم محمود. اعملها شافعي الكلب. الحمد لله على السلامة يا حمودة. الله يسلمك يا سالم. هروح بقى نلحق اجيب لك ترمس شاي ولقمة تاكلها شوية بطاطين عشان ما تنشفش بالساعة. ماشي. سلم. ما تقلقش. أنا موضب كل حاجة. يعني ايه تروحوا في وقت زي ده؟ انتوا هتبيتوا هنا الليله دي والصبح تتكلوا على الله. لا بس اصل احنا كنا لا اصل ولا فصل. ده اسمه كلام برضك؟ تعالي يا حبيبتي انت اسمك راجيه مش كده؟ بيقولوا لي ان احمد ابني كان عينه منك وبيحبك صحيح؟ اسم الله عليك هم ولادي كده ما يقعوش الا واقفين زي ابوه. بس هو عمره ما حكى لي عنك. اصل احنا دقه قديمه ولادنا بيخافوا يحكوا لنا الحاجات دي. انما يا ريته حكى لي لو اعرف ان هو هيروح مني، لو اعرف انهم هياخدوا مني كنت سبته يحكي لي عنك. يا ريته كان حكى لي عنك يا حبيبتي. انا كنت مستعده اجوزه لك يمكن لو كان خاف على نفسه وفضل جنبك كان ربنا. يا ريته ما كان نزل المظاهرات ولا الزفت. يا ربي ما كلهم بيروحوا. يا استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
استغفر الله العظيم يا امي، استغفر الله العظيم يا رب. بصي يا امي، انا شايفه ان انا اخد راجي ومنى ايه بيته معايا في البيت، والاستاذ شادي لما يخلص الصوان بتاع الرجاله يطلع يبات هنا مع بابا وحسين. لا، كلهم هيباتوا هنا في البيت، كل اللي حزانه وبيحبوا احمد هيباتوا هنا في البيت. وخليكي في حالك وروحي شوفي عيالي، زمانهم كفروا جيران. تعالي يا حبيبتي، انا بقى اللي هوريكي اوضه احمد، انا وانتي هاخدك في حضني كده وننام على سرير احمد، وعايزاكي بقى تقعدي تحكي لي عنه كل حاجه، كنتوا بتروحوا فين وبتقولوا ايه. يا هدى شوفي لهم حاجه يناموا فيها يا حبيبتي. حاضر يا امي. خالتي تعالى يا سالم، عملتوا ايه يا حبيبي؟ الحمد لله خالتي، محمود تمام وفي الحفظ والسون، بس عايزين شويه بطاطين وترمو الشاي وشويه اكل بس يكونوا كتار، والاكل بقى يبقى سخن ولع عشان على بال ما هوصل بيه هيكون برد اكيد. هو فين محمود دلوقتي يا سالم؟ محمود؟ لا، ما انا مش هعرف اقول لحضرتك بصراحه. مش هتعرف تقولي ليه؟ هبلغ عنه مثلا؟ لا حضرتك مش هتبلغي، بس ابوكي ممكن يبلغ. تقصد ايه؟ ما اقصدش ولا حاجه، يا ريت بقى تدوني الحاجه دي بسرعه عشان الواد انا سايبه في ورشه المراكب. يخرب بيت نبهتك، ما تدوني الحاجه بسرعه وخلوني انا امشي من هنا، وبعدين انا اصلا مش هلاقي مكان امن من ده اخبيه فيه، والواد لو حصل له حاجه انا هتهمكوا فيه. يا اخويا اتنيل على عينك، امسك لسانك، انت اللي عمال يخر عمال على بطال، وقبل ما تتهم حد يلا روح روح ساعد اللي هناك، يلا على ما نجهز لك كل حاجه. تعالي يا حبيبي ايه؟ قالوا لي عايزينك في موضوع مهم. معلش احنا رخمين شويه، بس انا يعني قلت اسيب الحاجه تستفرد بالراجع ويكلمه كده ونيجي يعني نطمن عليك. يا امي عرفت حاجه؟ لا لسه، بس مدام تتكلم مع راجع يبقى اكيد هتعرف. ما تقلقش عليهم يا محمود، دول حابين بعض خالص. يلا يا حوده، يلا يلا لقمه هنا تكفي 100. يلا يا استاذ. يا راجل. راجل مين؟ لازم تاكل. الله، امال هتجيب حق اخوك ازاي؟ ولا ايه يا اساتذه؟ طب سالم بقى عنده حق، واحنا كمان على فكره جعانين وهناكل معاك. طب يلا يا جماعه بالهنا والشفا عشان يبقى عيش ومرحله شاد. عايزين بقى باشمهندس بعد الاكل واحنا بنشرب الشاي كده نفكر في خريطه الطريق اللي هنمشي عليها الفتره اللي جايه. بلاش موضوع خريطه الطريق ده، خريطه يا باشا احنا بندور على كنز. يا باشا اساسا بسبب المشاكل اللي انتوا فيها دي كلها الباشا الظابط اللي لفق لكم القضيه. على راي المثل تيجي مع العمي طباط، او الكلام اللي قاله سالم ده نفس الكلام اللي كنت بفكر فيه دلوقتي. انا يمكن معرفش اجيب مين اللي قتل احمد الله يرحمه. الموضوع ده مش هيبان غير لما الثوره تكمل والنظام يسقط. ان شاء الله هيسقط، وهيقعوا كل اللي كانوا وراء قتل الثوار اللي هم قاعه الجمل والايام اللي قبليها كمان. بس يا رب الموضوع ده ما يطولش، بس وناس كتيره تروح فيه. مش هيطول باذن الله، انا متفائل خير. اغلب اللي كانوا مصدقين الكذبه اللي كذبها في الخطاب الاخير بتاعت لم انتوي الترشح والكلام الفارغ ده خلاص فهموا بعد موقعة الجمل ان مفيش حل تاني غير سقوط النظام، وان اي قرار هيصدر بعد كده هو مش اكتر من انه مجرد مناوره رخيصه عشان خاطر يرتب اوراقه وهرف فلوسه بره مصر. انا متفائله اكتر منك. انا شايفه يا جماعه النظام سقط فعلا يوم 28 يناير. فعلا ملايين الناس اللي خرجت من اهم واكبر محافظات مصر اسقطوا شرعيه النظام. وطبعا النظام هيعمل حركاته، هيرفص ويعافر ويورينا 100 وش ووش عشان يحافظ على مصالحه، بس في الاخر خلصت يعني خلصت. عهد الله انا ما فاهم كلمه من اللي انت قلتيه، بس قلبي مرتاح لك. ربنا يسمع منك، بس انا مش مستريح. انت ليه مش قادر تصدق ان دوله المماليك غارت؟ مين قال لك بس ان ده حصل يا شادي؟ لا غارت يا محمود ومش هترجع تاني. انا عايزاك تتفائل شويه، دي مصر كلها بتتغير يا اخي، حاول تتغير انت كمان. شوف يا منى، انا ما اعرفش اذا كانت دوله المماليك دي غارت ولا لا، ولا اذا كان النظام هيسقط ولا لا،
إذا كان الشعب أساسا هيعرف يجيب حقه من اللي قتلوا ولاده ولا لأ. بس كل اللي أعرفه إن الضابط اللي ظلمنا أنا وأخويا لازم يقع تحت إيدي. وده بقى عشان تثبت براءتك ولا عشان تنتقم منه؟ عشان أنتقم منه طبعا. قال يعني لو حبيت أثبت براءتي في حد هيصدقني. كانوا صدقوني قبل ما يرمونا في السجن. عشان كده لازم أنتقم. الواحد يبقى عمل حاجة واحدة صح في حياته بدل كل السنين دي من الفشل. ايه كانت بتقول ده بس يا محمود؟ احنا ايه هنختلف من اولها بقى ولا ايه؟ لا ما تزعليش مني بقى. نتفق نختلف مش ده المهم. المهم اللي ظلمني ودمر حياتي ودمر حياة اخويا مش هرحمه. ماشي. طيب انا بقى مش هسألك هتوصل له اصلا ازاي وهو متأمن في الجهاز اللي هو فيه وحواليه حراسة صعب لاختراقها اصلا. بس في الاخر يا محمود انت هربان ومطارد وهيفضلوا يطاردوك لحد ما يمسكوك. فايه؟ عاوز تروح لهم برجليك؟ تقع كده في ايديهم فريسه سهله؟ بص النظام سقط دي حقيقه وبكره تشوف الشعب هيجبر النظام ده ان هو يغير كل عناصر الفساد اللي جواه. ساعتها بس يا محمود هنقدر نثبت حقك. ساعتها بس هنحقق العداله. هو ده الحل الوحيد. اما نشوف